السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك. أهلا بكم، معكم أيمن إبراهيم في سلسلة دورات كواليتي ساينس علوم الجودة. هنستكمل مع بعض النهاردة إن شاء الله كورس 7 كيو سي تولز أو 7 بيزك كواليتي تولز. اتكلمنا المرات اللي فاتت على الكوز أند إفكت دياجرامز أو الإشكاوى، واتكلمنا على الهيستوجرامز، واتكلمنا على الباريتو. النهاردة إن شاء الله هناخد التولز الرابعة اللي هي السكاتر دياجرام. في السكاتر دياجرام هنشرح ايه هو السكاتر دياجرام، امتى استخدمه، ازاي استخدمه، والاشكال المختلفة للسكاتر دياجرام. السكاتر دياجرام هي التولز اللي بتوريني العلاقة ما بين متغيرين. المتغيرين دول متغيرين رقميين، بشوف هل هم مرتبطين ببعض ولا لأ، ومن خلال الكيرف اللي انا هنرسمه مع بعض دلوقتي، عندي vertical axis قائم وعندي horizontal axis افقي، عندي افقي ورأسي. بحط القرايات بتاعت التو variables المتغيرين دول، وبحيث بشوف الدنيا اخبارها ايه. المتغيرين دول يا اما واحد بيبقى اندر كنترول، واحد تحت السيطرة بتحكم فيه، والتاني معتمد عليه، او الاتنين اوت اوف كنترول. بس انا عاوز اشوف هل في علاقة ما بينهم، كل واحد فيهم اندبندنت يعني مستقل بذاته خلاص، و بحاول اشوف هل في علاقة ما بينهم ولا لا. طب امتى بستخدمه؟ انا بستخدمه عشان اتاكد هل المتغيرين دول مرتبطين ببعض ولا لا. بس انا لو في متغير قرايته بالنسبه لي مزعجه على مستوى البيزنس، وبيتاثر بمتغير تاني، المتغير تاني ده اندر كنترول من عندي تحت السيطره او اقدر اتحكم فيه، فبحاول اشتغل على هذا المتغير اللي انا عندي الصلاحيه ان انا اعدل فيه او اظبط فيه عشان احسن نتائج المتغير التاني اللي هو بينعكس على البيزنس بتاعي. ليه استخدامات مختلفة؟ لو انا مثلا بستخدم الفيش بون او الشكاوى، وقلت ان الافكت ده او المشكلة دي سببها كذا، ده افتراض انا عملت برين ستورم واوجدت الموضوع. الشكاوى زي ما قلنا خطوة، طب ازاي اوجد العلاقة دي؟ بعمل انفستيجيشن او تحقيق من خلال مثلا بستخدم تول زي سكاتر دياجرام، بس فعلا اتاكد ان فعلا السبب اللي انا افترضته من العصف الذهني هو فعلا مرتبط بالمشكله. الحاجه الثانيه ممكن ما بين سببين وبعض، انا عندي في سببين للمشكله، طب هل السببين دول منفصلين يعني ممكن اتعامل مع كل سبب للمشكله لوحده، ولا السببين دول مرتبطين ببعض او واحد نتيجة التاني؟ فبرضه بستخدم السكاتر دياجرام بحيث اشوف هل الاتنين دول السببين دول مرتبطين ببعض ولا لا، او ممكن يبقى علاقة بسبب واكتر من سبب تاني في نفس الوقت. بعد كده ازاي استخدم السكاتر دياجرام؟ السكاتر زي ما قلنا هي تولز احصائيه سهله وبسيطه، ومن خلال الاكسل هنشتغل مع بعض خطوه خطوه، وهنتعلم ازاي نعملها ديفلوبمنت بحيث تسهل لك الاستخدام في شغلك وفي حل المشاكل اللي عندك بشكل عام. لو هنفترض، عندي هنا مثال بسيط جدا، لو افترض ان راجل عنده شركه في الشركه فيها موظفين كتير، وبلاحظ ان افريج الموظفين بيجوا خلال 40 دقيقة، فهو حاسس ان هو عاوز يرفع كفاءة الشغل، عاوز يقلل الوقت اللي الموظفين بيجوا فيه، يخليها 20 دقيقة. فعمل فيش بون ودرس الاسباب، لقى في اكتر من سبب، ان ممكن يبقى سرعة العربيات، ممكن يبقى المرور، الناس المناطق الزحمة مثلا، أو الطرق اللي بتستخدم فيها ترافيك، فيها مرور عالي فبيعطل الناس، أو الوقت اللي بيتحرك فيه من بيتهم لغاية ما يجي الشغل،
ممكن ليه عامل مؤثر. الصبح بدري غير الساعة 6:30، غير الساعة 7، غير الساعة 7:30، أو السيزون في وقت الدراسة لو منطقة فيها المدارس، أو في وقت الصيف لو منطقة مصيف زي اسكندرية أو مارسيليا أو طنجة في المغرب. في فترة الصيف بتبقى في زحمة عن فترة الشتاء. طيب يعني احنا هناخد حاجة بسيطة اللي هي سرعة العربيات كمثال بسيط وتوضيح الهدف منه، ان احنا نبسط الفكرة. بعد كده انت ممكن تستخدم اي فاكتورز تانية من وجهة نظرك. اول حاجة بنعملها بخش على الاكسل شيت بتاعي وابتدي ادخل الداتا اللي انا جمعتها. انا عاوز اوجد علاقة بين السرعة وبين الوقت، فعندي عمود في السبيد وعمود تاني في التايم الوقت. باخد بشوف مع كل سرعة انا بوصل الشغل في قد ايه. بعد كده بخش على الاكسل زي ما انتم شايفين كده، بعلم على الجدول دي اول حاجة بتاعتي. وبعد كده بختار انسيرت من فوق هنا، او ما بختار انسيرت بيطلع لي الشكل اللي انتم شايفينه ده. الخطوة اللي بعد كده باجي هنا على السكاتر دايجرام وابتدي اختارها. طبعا انا ممكن اختارها من هنا من الكنترول شارت، بس هو هنا حاطط لي ايكونز خاصة بالسكاتر دايجرام باخدها. بعد كده بعد ما ادوس عليها بيطلع لي اشكال مختلفة من السكاتر دايجرام. اما بعلم على اي شكل من دول بيظهر لي تحت هنا، فبختار هنا بدوس عليه هنا فبيظهر لي السكاتر دايجرام زي ما انتم شايفين. خلاص. فبعد كده انا ده الشكل اللي ظهر لي. طب الشكل ده انا شايفه يعني مش مديني الداتا، مش مديني الشكل اللي انا عاوزه او الصورة اللي انا عاوزها، فهبتدي اعلم على الجدول. او معلم على الجدول هتظهر لي، وابتدي ادوس على فورمات اعلم على الجدول فبتظهر لي ايكونز فورمات بدوس عليه. وبعد كده ببتدي اختار من هنا من الصندوق اللي على الشمال، بختار هوريزونتال اكسس. اول ما بختاره باجي هنا بروح عامل دبل كليك، بيظهر لي الفورمات تشارت اريا جنبنا هنا على ايدي اليمين. اروح هنا جاي دايس وان كليك هتظهر لي هذا الايكون، بدوس وان كليك واحده بس هنا. هنا اللي قبليها بدوس دبل كليك هيظهر لي الصندوق ده. طب انا عاوز اعدل في التشارت او عاوز اظبط فيه، بعد ما ظهر لي الصندوق ده اروح راجع تاني ودايس وان كليك واحده هيظهر لي الصندوق بتاع التشارت. مجرد ما هدوس على الصندوق بتاع التشارت هيديني اوبشنز ممكن اخش فيها اغير واعدل في الجدول زي ما انا عاوز. طبعا مجرد ما انا خرجت مرحله الفورمات لمرحله الايه، لمرحله الديزاين. انا عاوز اعدل في الاكسس اوبشن سواء هوريزونتال او فيرتيكال زي ما انت عاوز حسب طبيعه الاوبريشنز بتاعتك. اروح انا فاتح الاكسس اوبشن ده زي ما انتم شايفين فتحته، فلقيت ان هو بادي السرعه من صفر. طبعا مفيش عربية بتمشي على صفر، فبالتالي هو مكتل لي الأرقام في حتة أنا عاوز أفردها عشان أشوف الدنيا أخبارها إيه. فهعدل هنا المينيمم سبيد بتاعتي والماكسيمم سبيد، فهظبط مينيمم سبيد على 45 اللي هي أول سرعة عندي، والماكسيمم سبيد على 65، فبيظهر لي بالشكل اللي أنتوا شايفينه ده. بعد كده بعلم على الجدول تاني وبدوس فورمات وباخد الخط من هنا وببتدي احطه في كروس على الرسمة بحيث اشوف العلاقة البينية ما بين السرعة والوصول. بلاقي هنا ان انا عشان اوصل في 20 دقيقة محتاج امشي على سرعة 60 كيلو. يبقى انا هنا اوجدت علاقة ما بين المتغيرين، أثبت إن العلاقة دي علاقة عكسية، كل ما بمشي بسرعة بوصل بدري. وظهرت عندي إن أنا باخد قرار في الآخر في الشركة إن أنا لازم أمشي على سرعة 60 العربيات كلها عشان يقدروا يوصلوا
20 دقيقة. طبعا ممكن طبعا انا الهدف هو شرح تبسيطي عشان ابسط لك الفكرة ماشية ازاي، لكن انت ممكن تيجي تعمل الشرط ده، تعمل نفس الاكسرسايز ويطلع لك السكاتر از نوت ريليتد، مفيش علاقة. ليه؟ لان المنطقة زحمة، انت هتمشي في نص الشارع واقفة، ففي بتون مفيش علاقة. الواحد مشي على سرعة 60 وكل شوية عربية تقف منه نتيجة إن الطرق مزدحمة، هو مش قادر أصلا يمشي على سرعة 60، مفيش مساحة إنه يمشي على سرعة 60، فمفيش علاقة بين السرعة. النار على سبب المرور مثلا، فأنت تعمل إيه؟ تاخد طريقين وتقيس على مدى شهر مثلا إيرادات كل طريق، كل يوم تاخد الطريق ده وتقيس الوقت الوصول، تشوف أنهي طريقة هيحقق لك الهدف. ممكن يبقى أكتر من عامل زي مثلا الطريق والوقت، ممكن الطريق ده مثلا لما بقوم الساعة 6 الصبح بيوصلني بدري، الطريق ده بعد الساعة 8 بيقف خالص، يبقى أنت ممكن أكتر من سبب أربطهم مع بعض زي ما اتكلمنا. خلاص، هي الفكرة كلها هو الهدف إن أنت بعد ما بتعمل الفيش بون، بتعمل برين ستورم العصف الذهني، بتبتدي توجد العلاقات ما بين الكوز والإفكت، ما بين المشكلة وبين السبب أو بين الأسباب وبعضها. معايا؟ قال في علاقة ما بين زحمة المرور والوقت بتاع المغادرة، بحيث في الآخر تقدر تحدد فعلا إيه هو الريال كوز، أو إيه الحاجة اللي أنت لو اشتغلت عليها هتنعكس بالإيجاب على المتغير التاني. طيب بعد كده نخش على الأشكال. ممكن بتلاقي في positive correlation، يعني كل ما بيزيد إكس بيزيد واي معاها، خلاص يبقى أنا بشتغل على العلاقة دي، هي علاقة طردية. كل ما بيزيد الحر كل ما الناس بتستخدم مثلا التكييفات بشكل أكتر، يبقى أنا بحط خطة السيلز بتاعتي، يبقى أنا بتارجت السيزون الحر بشكل معين. أو كل ما بتزيد الضغوط الاجتماعية بتزيد مثلا حالات الطلاق أو هكذا. يعني في أي دراسة سواء اجتماعية أو في المصنع أو في الشغل بتوجد العلاقات، بحيث تشتغل على عاوز تقلل نسبة الطلاق، يبقى أنت بتشتغل على المشاكل الاجتماعية، بتحسن ظروف الناس المادية، بتشتغل على كذا وهكذا. خلاص، إن مثلا بتلاقي نسبة الديفكت في المصنع مثلا، كل ما ساعات العمل زادت كل ما نسبة العيوب زادت، دي العمال بيبقوا مرهقين، يبقى أنت بتحاول تقلل ساعات العمل عشان تقلل نسبة العيوب. في علاقات طردية معايا، أنت بتشوف النتائج، نسبة العيوب أنت متقدرش تتحكم فيها، لكن ساعات العمل تقدر تتحكم فيها، تقدر تحسن ظروف تشغيل العمالة جوه الشركة وهكذا. يعني أمثلة كتير، إحنا بنشرح بس الفكرة. وبالتالي انت بتقدر حسب طبيعة البيزنس بتاعك، حسب طبيعة العمل او الهدف اللي انت بتستخدمه، بتقدر تستفيد من السكاتر دايجرام. ممكن يبقى عندك نيجاتيف كورليشن، ان انت مثلا ايه، كل ما بيزيد اكس واي بيقل، يبقى انت كل ما خرجت بدري خلاص اللي بتوفر وقت اكتر او هكذا. يبقى علاقات عكسيه بين الاثنين وبعض. ممكن في الاخر توجد ان العلاقات مش مرتبطه ببعض، بتاخد القرايات خلاص وتوجد انهم مش مرتبطين ببعض، دي مالهاش علاقه بدي خالص، فبتلغي علاقه السبب بالمشكله او بتلغي علاقه السببين ببعض. وكده يبقى احنا خلصنا التولز الرابعة اللي هي السكاتر ديجرام، ونشوفكم مع بعض ان شاء الله المرة الجاية في تولز جديدة هنتكلم على الفلوت شارت. لو اي حد ليه اي سؤال في السكاتر ديجرام يكتب لي في التعليقات وانا ارد له عليها. اشوفك على خير باذن الله، معك ايمن ابراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.